الواحد غلط في البيت ده. شاهد اهي يا اخويا طارق، بس زي ما كنتش تزعل نفسك على الصبح. على فكره انا اديت ميعاد للخطبه ام احسان على ميعاد ما جاي عريس مديحه بعد بكره. الساعه كام؟ 6. وده معقول برضه؟ قلت لك المواعيد دي تاخديها بعد ما اقفل المحل. اوه حاضر، نقول لها يبقى الميعاد الساعه 8. عاوزين فلوس نشتري فاكهه ولا حاجه؟ فاكهه؟ اه. طب ليه تشتري فاكهه؟ ليه ما تجيش مثلا المحل وتاخدي حته قماشه، قماشه حرير، عشان اختك لما تقابل عريسها يعني تبقى برضه حاجه حلوه كده. انتوا ليه عاوزين تطلعوا ديني؟ ليه ليه ليه؟ ايه جرى ايه؟ ولا جرى ايه؟ هي هي. حط في بطنك بطيخه صيف يا سيد صبري. انا خايف لا يحصل لي زي غيري. شوف يا ابني، ما دام احسان قالت لك اطمن يعني اطمن. ايوه بس انا بحبها خالص. خلاص اعتبر نفسك متجوز من دلوقتي. بس زي ما اتفقت معاك احسان، العموله هناخدها منك علشان هي درستهم كويس وعرفت ان راجل البيت شاب وعازب وغني بس بخيل قوي. وما اتجوزش ليه؟ ان شاء الله انا اللي هجوزه برضه. وهتعرفي تجوزيه؟ انا شخصيا عاجبني جدا، ولو اني عرفت انه بيخاف من الجواز. وعرفت ازاي؟ امال بشتغل بنت خطبه ازاي؟ ده انا درست تاريخ حياته من يوم ما والدته امه لغايه النهارده. برافو عليكي ناصحه. طالعه لامي. طبعا. يبقى ميعادنا بعد بكره. حضر الحلاوه والعلاوه. الحلاوه والعلاوه وكل اللي تطلبيه. لا يا اخي، اللي على الشمال. اللي على الشمال. لا يا اخي مش هنا، اللي على الشمال خالص. حاضر اللي على الشمال خالص. لا انا مش عايزه من ده، انا عايزه من اللي هناك ده. مش عاوزه من ده، من اللي هناك ده. بقول لك من اللي هنا. يبقى من اللي هنا. لا مش من ده، انا قلت من اللي هناك ده. من اللي هناك ده. يا اخي دي اعمل البطاطا دي. انا عايزه من اللون الاخضر اللي هناك ده. وان اديها من الباتيستا الخضرا دي. الباتيستا حامل خطيبة فستان باتيستا. طب ومال؟ انا اما قابلت خطيبها بفستان دمور، انما كان ايه بقى يا شيخ التايل؟ انت بقى التايل بقى. مال الباتيستا يا اختي؟ ايه غاوين اصراف زي المرحوم بابا، يبعزق شمال ويمين وما لقيناش ثمن الكفن. ما تفكرونيش بالمرحوم، ربنا يبشمش الطوبه اللي تحت نافوخه. يا شيخ الكتم ما تفكرناش. يعني قصدك لو احنا لبسنا حرير مش هنلاقي حق الكفن؟ يا اخويا ربنا يديك تلت العمر ويخليك لينا وتجيب لنا اغلى فئه يقرا كمان. كل دوره مره واحده يا شيخ هتلهي. سلام افندي، السجاير وصلت. خد. الف شكر. ايه البعزقه دي يا عبد السلام افندي؟ ليش يا طارق افندي؟ اصله كيف؟ حد واخد بنا حاجه؟ سلام عليكم. عفارم عليك يا عم عثمان. ايه رصيته على انهي توب؟ انا مش هلبس باتيستا. وانا مش ملبسك حرير. وانا مش هشتغل. اسمعي يا بنت، انت لسه صغيره، ابعتي لي اختك ناهد هي اللي تنقي. مع السلامه. مش عاجبني، ما كانش في ارخص من دون. عملت المستحيل يا مديحه، بقى ده اسمه كلام. قابل خطيبي بفستان باتيستا بشارع مين الكلام ده؟ بشارع اخوكي طارق سعيد الفنجري. اي رجلي، اي اي رجلي اتكسرت. اي 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 رجلي اي. ايه الحكايه؟ لا هو انت برضو جيتي ماشيه؟ امال يعني ركبتكتي؟ طب وليه ما زوغتلكيش محطتين ثلاثه اتوبيس ونسالك الكمساري كنت تقولي له اسفه ركبت غلط؟ الفاكره بيروح الوان. النبي تنقطينا بسكاتك. الله يرحمك يا بابا، بقى لو كنت علمتنا مش كان زمان معانا شهادات دلوقتي وما عدناش تحت رحمته. اي تحب ادعك لك رجلك؟ اه والنبي 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 يا مديحه. من هنا. اي لا من هنا. اي رجلي اي رجلي اتكسرت من المشي. كفايه استريحت، ميرسي قوي. خلاص يا مديحه، العريس جاي بكره وانا هدبر لك فستان جديد. ويا ترى جاي الاخر جاي ماشي هو كمان؟ مين؟ العريس؟ لا طارق يا اختي. Thank you.
ساتر على الزحام. الناس ما وراش حاجة اليومين دول غير جواز ولا ايه؟ فكرتني بالجواز. أم حسان جاية النهاردة ومعاها صبري علشان يكلموك على مديحة. أيوة يا سيدي. وقال الست ناهد مديها ميعاد الساعة 6. بس ما تبقاش تعمل معاه زي اللي فاتوا وتطفشه هو كمان. طب أعمل إيه يعني؟ قصدي أقول خليك حنين معاه شوية. ده راجل طيب وباين عليه مدلوع على مديحة. خلاص. يدفع. على فكرة ما تنساش لما تشتري بقرش بن من عند صاحبك اللي في السوق. ها؟ أصل بنه كويس قوي. آه وبيتوفى. وليه البعزاقة دي؟ ما كفاية عليهم شوية ماء ساعة وخلاص. لا ما يصحش ومناسبة زي دي. الواحد لازم يضحي بس نعجب. يا ساتر. نفسي. ستري. قفصي. اهلا يا فندم. اهلا بيك. لكن يعني سيادتك يعني ماليا هتدفع ايه؟ ما انا هدفع شبكه وانتوا جهزوا. نقول مبروك. مش باين ان احنا هنزغرط ابدا. المهر قد ايه يا فندم؟ المهر 150 جنيه. 150 جنيه؟ ايوه. كمان هنتصرف ازاي يا فندم؟ يعني ما هو المفروض حضرتك هتساهم معانا برضو. مش معقول والله. اتفضل. طيب مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. حصل ايه؟ سار يبقى مش هنتعشى. واحنا من امتى تعشينا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، قرش، قرشين. دول ناقصين ستة ساق. ثمن العريس اللي بعته. ليه؟ غديته على حسابي؟ ثمن فنجان القهوة اللي طفحه. فنجان قهوة بستة ساق؟ والله لا بلغ السياح. هغشك يا سي عبد السلام. على فكرة هات كمان قرشين. ليه بقى؟ تم الاسبرين اللي خدته لما دمي فار. اقول لك خدهم، ما انت اصلك هتخصمهم كلهم. بس تاني مره ابقى اشوف لك خطبه غيري. اي الاصل صحيح. وده معقول يا طنط؟ حد جاهز على قد المهر مع انه مبسوط خالص؟ يا ابني صبرك شوي. احسان عندهم هناك دلوقتي ومش هتيجي الا لما تجيب لك نتيجه. ما هو يا يوافق يا اخدها وهر. ده كلام تقوله برضه يا سي صبري؟ اعقل امال. احسان زمانها جايه. اشرب يا اخويا القهوه. اشرب. ولازم تفهميه ان الدنيا مش فلوس وبس. اهو زمانه جاي وانا هفهمه على كل حاجه وهحاول اقنعه كمان. تعرفي يا ناهد لو اتجوز ولا يمكن مش مقتدر. مقتدر يا اختي والحمد لله. ده عنده المحل وعنده البيت اللي احنا فيه دون وعنده فلوس كتير قوي في البنك. بس خايف اللي يتجوزها تزوده في ميزانيه الاكل او يخليها تركب اتوبيس درجه تانيه. تبقى العروسه عليا وانا اللي هجوزه. يا ريت يا احسان
كان يرتاح ويريحنا معاه. اصل حاطط في مخه ان كل الستات مصرفين وما يحبش يبعزق فلوسه ابدا. بقى كده؟ ايوه. طب وريني صورته. صورته اللي متعلقه هناك دي. النبي ده شباب وزي القمر. ميرسي. اديني نص كيلو برتقال. اتفضل. لسه 3 مليم. يا راجل تقلاه، ده انت عندك ولاد. خبرين مال يا ستار. ويعني حرام الواحد مطالب بحقه، بكسب كام في كيلو برتقال عشان يسيب لك 3 مليم. تسيب لي ايه يا اخويا؟ هو انت هتصرف عليها من جيبك؟ دي فلوسي. شوف بقى يا سيدي. ليه عندك مليم من يوم 11 وشرحه يوم 19 يبقوا نكله. نضيف عليهم مليم الشهر اللي فات بقوا 3 مليم. تحب اعمل لك حساب الشهر اللي فات؟ لا يا عم، يغنيها ربنا. اتفضل، مع السلامه. مع السلامه. لسه بدري يا احسان. معلش، زمان طارق جاي ولازم تحضري له الغدا. وهنشوفك امتى يا احسان؟ بكره زي النهارده. اوعي تاخري علينا يا احسان. وانا اقدر. باي باي. باي. مع السلامه يا حبيبتي. باي. متأسفة خالص، أصلي مستعجلة. الله يغزيك يا شطانة. ما كانش قصدي. معلش، حصل خير. أنا مش عارفة أعتذر لك إزاي. أسفة لو وسخت لك القميص. لا، ده من الأتوبيس، مش منك. عشان كده أنا أفضل المشي، خصوصا إذا كانت المسافة قريبة، قد 10 محطات يعني، الإنسان لازم يوفر. مش كده يا أستاذ؟ ممتازة. البرتقال؟ لا، أفكارك يا مدموازيل. حضرتك ساكنة جديد في الحتة؟ لا، أنا كنت جاية أزور أصحابي فوق هنا. أهلا وسهلا. في الحقيقة أنا ما كنتش عايزة أسيبهم، وهم كمان ما كانوش عايزين يسيبوني. إلا بعد ما حلفت لهم إني جاية بكرة. زي دلوقتي تمام. بكرة؟ البرتقال. اديني حته من البواقي دي. ايوه دي. هتعملها فستان دي؟ لا يا فالح، اعملها منديل. وليه الاسراف ده؟ يلا قفل قفل. ده لسه فاضل نص ساعة. يا سيدي خد اجازة على حسابي. قفل على حسابي. بس بدون خصم. اما قليل الاصل صحيح. يبقى عندكم الطبلة الحلوة دي ولا ترقصوش؟ المديحة بتعرف ترقص. يبقى انا هطبل. بس حزموني. اهو هحزمك اهو يا مديحة. يلا. بس ما تضحكوش عليا، انا بقالي كتير ما طبلتش. لا هنضحك. يلا يلا يا مديحة يلا. Thank you.
الأستاذ طارق أخويا راجل البيت. الأنسة إحسان جاية بخصوص صبر أفندي. أهلا وسهلا. أهلا تشرفنا يا فندم. إزاي صبر أفندي؟ بيبوس الأيادي. إيه تفضل يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أختي يا حبيبتي. نعم. حطي ده في طبق السوداني ده وهاتي لإحسان هانم. حاضر ميرسي. أصلي ما أقدرش أكل حاجة بين الفطار والغدا، ده يبقى إسراف في غير محله. عظيم جدا. اسمحوا لي استأذن. لا 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 خليكي تغدي معانا. مش معقول. ليه؟ مش معقول ليه؟ اولا انتوا مش عاملين حساب، وثانيا الاكل اللي انا عاملاه يبوظ. انتي فعلا اقتصاديه، بس النهارده ممكن تغدي معانا وخلي الاكل بتاع النهارده لبكره. معلش مره تانية. لا مش ممكن، اخواتي زعلوا. بدل ما قال لك خليكي تغدي يبقى لازم تتغدي معانا. برافو عليك يا مديحه. مش قادره اقول لكم لا. خلاص امي حضري الاكل. يلا يلا. حاضر. بس بشرط اكل من اللي هتاكله منه. اتعشى من الاكل يكون عجبك. انا عمري ما اكلت زي النهارده. بالهنا والشفا يا حبيبتي. احنا اصلا اكلنا دايما نفتح نفس. انا مش عارفه اشكركم ازاي على الغدوه الهايله دي. اتمنى انها تتكرر تاني. استاذن انا هتيجي بكره وانا اقدر اتغدى يوم من غير ما اشوفكم؟ يا دنيلة. سندوتش فول بس كتر الشطة. حاضر. يعني ما عندكش فاكهة إشساع؟ فاكهة إيه يا هانم؟ ما أنت دفعتي تمن. أستاذ طارق تسمحي لي أوصلك بالأتوبيس؟ ميرسي مفيش داعي للأتوبيس، البيت قريب، دول 10 محطات بس. وماله؟ نركب الأتوبيس. طب فيها إيه لو نمشي ونوفر تمن التذكرة؟ وقرش على قرش يبقوا قرشين، والقرشين أربعة، وعد على كده. مش كده يا أستاذ؟ تمام، ده أنتِ لقطة. طب تسمحي أوصلك ماشي؟ أكون سعيدة خالص. البيت قريب، كفاية كده. أوصلك لغاية الباب. يا خبر، أنت عايز حد يشوفنا؟ في الحقيقة أنا مش عارف أشكرك إزاي على التمشية اللطيفة دي. يا ريت تتكرر. والناس؟ بعيد عنهم. بس بشرط. اشرطي. ما نقعدش على كازينو، ولا نطلب أي طلب، ونقعد في حتة بعيدة لوحدنا على الكورنيش، موافق؟ إلا موافق. موافق ونص. أنت مثالية تمام. يبقى اتفقنا. باي باي. مع السلامة. بسرعة والنبي يا أستاذ. هتلحق القطر ولا إيه؟ لا هموت. ليه؟ من الجوع. السميد سخن أوي. السميد. أجيب لك سميد؟ أهو ده يبقى إسراف. ها؟ أنا خايف يا طنط. ما تخافش يا ابني، دي بنت إحسان مموتة روحها، كل يوم عندهم علشان خاطرك. أيوه بس مش تأخرت. تلقاها يا عيني يا بنتي قاعدة تقنع فخوهم الكبير عشان راجل البيت. ده الراجل قاسي خالص. هتقولي أنا عارفاه. ارمي ملح القديم، افترني في اللوز يا ترمس. أجيب لي شوية ترمس؟ نتسلى فيه وإحنا قاعدين. أهي دي اسمها بعزقة. أجيب لي كازوزة؟ إذا كنت عطشانة أشرب مية. المية تروي العطشان. خلاص يا استاذ صبري اطمن وحضر لي الحلاوه، احسان وضبط لك كل حاجه. حلاوتك عندي هيكون ملهاش مثيل، والبركه فيك يا ست ام احسان. والنبي تخلي بالك معايا. عليا مع السلامه.
انا مش هقدر اقابل تاني. ليه؟ 3 شهور بنتقابل، الناس ابتدت تتكلم علينا. احسان انا بحبك وعاوز اتجوزك، موافقه؟ موافقه بس بشرط. ايه هو؟ انا مش عايزه مهر ولا جهاز ولا فرح. عظيم قوي، يبقى نخلي المهر بسيط. نخليها 25 قرش عشان ما تدفعش رسوم. انت عظيمه فعلا. طب والمتاخر؟ نخلي المتاخر زي ما احنا عايزين، 5000 10000. مش هتدفع عليها رسوم طبعا، وانا مش هخرج من عندك الا على القبر. يبقى اتجوزك حالا. مش لما اكلم ماما الاول وتخطبني منها رسمي؟ اكلمها فورا. يلا بينا. انتم السابقون ونحن اللاحقون. ايه بس رزقتش النهارده ولا ايه؟ لا انت باين عليك ما بقيتش قسطه. اصله لسه تلميذ يا اخينا، ده عشان تنحط مطرح المحفظه اللي في جبل افندي. خد المحفظه دي وشرفك، ما لقيت فيها غير 50 قرش بس. انا هحط المحفظه دي بدل بتاع وبطريقتي الجديده وتعلموها بقى. عيب، ده انت استاذ. الله، يعني ما اتفقناش؟ خد كل 1 جنيه وسيبهولي. متأسف يا هانم. ويا فادي للأسف بعد ما حرشت رجلي. ورق ورق يا هانم، ورق. خد ورق، ورق يا باشا، اتفضل. اسمع يا رنجل، انت ابعد عني احسن لك. ما انا بعيد اهو. بعيد ازاي وانت لازق فيا؟ الزحمه يا هانم. وتركب في الزحمه ليه؟ امال اعمل ايه؟ خد لك تاكسي وامشي. البيت بعيد. انا فاهمك كويس، انت تمشي في الشارع قلت لك كتير، لكن انا ما فيش. انت فاهم؟ فاهم. إذا كان عنده طعمية قدامك خليه ليها ويجيب لها سندوتشين. أيوه حاضر، دي سخنة خالص. حاضر حاضر، اديني سندوتشين طعمية. عينيا، لفني من الناحية التانية. امشي بقى، أنا مستعجلة خالص. إحنا ناقصين عطل يا اسطى. ما تشلى بقى يا اسطى. وما أكلتش في بيتكم ليه؟ لأني متجوز واحدة مش زي حضرتك، ما تقدرش تصحى بدري عشان تجهز للفطار. يعني أعمل إيه؟ أطلقها؟ لكن أنا مستعجلة ورايا مواعين. ايوه صحيح، انا ورايا معاد. مستعجل ينزل ياخد تاكس؟ امال عاملين التاكسات عشان ايه؟ انا مش مستعجل. انت مش في رندبو، الاوتوبيس يوصل في اخر محطه. طبعا هنوصل قبل الميعاد بدقيقتين. بس انت توكل. انا يا اختي رايحه عند الدكتور، لكن انت بتقولي انك عندك بروفه. بروفه فستان؟ انت خيطتك مين يا اختي؟ لا مش بروفه فستان، بروفه غاليه الينوه الاستعاديه. وهتستعرضي مين يا اختي؟ مش هستعرض، انا هغني في الاستغان. حضرتك مغنيه؟ ايوه. وحضرتك تبقي مين بقى؟ منيره المهديه؟ لا انا مغنيه يونانيه. يونانيه؟ ايوه. طب ما انا عارفه بس بستمحيني. بعدين معاك يا رانك اللي انت. انا اسف اسف اسف. واخرتها ورايا ورايا.
خد راحتك يا استاذ، احنا رجاله زي بعض. الله يكرمك. الحمد لله. عني أندر عني وعرش؟ تقدري يا هانم، دي الإصابة بسيطة. يعني إيه؟ يعني هتقدري تغني. وين ده حتر؟ دول اللي حالتهم خطر، أنت ما جرالكيش حاجة أبدا. أصلي أمي دايالي. أمها ده عيالها، دي باين عليها خواجاية من تحت الربع. اكتب. حاضر. الجثة التي مزقها القطار هي جثة طارق سعيد الفنجري. وتعرف عليها بواسطة محفظته التي وجدت معه وبها بطاقته الدالة على ذلك ومبلغ 200 جنيه. خد خد، حط المحفظة وجميع الحاجات اللي لقيناها في حرز وسلمها للقسم. حاضر يا فندم. وإجراء اللازم لنقل الجثة للمشرحة. حاضر يا فندم. طارق اتأخر قوي، ده قال لي انه رايح البنك وهيفوت على بتاع الجدول يجيب نص دستة. استاذ طارق مش هيبطل بعزقه بقى؟ واجب برضه يا بنتي، ولا يمكن يكون راح عند المأذون، لقى عنده زحمة قعد يستنى دوره. معلش ما هو عشان كده ميرفت عبد السلام راح مستعجلوه. بالظبط. دي شقة الأستاذ طارق سعيد الفنجري؟ أيوه. في حاجة؟ خير يا أخوي؟ أيوه يا فندم. حارس ضابط في الاسم طالب مراته. أنا مراته. ده طلب حضور، حضرتك تمضي هنا وتكتبي صفتك هنا. يعني تكتب انها بيضة وطويلة ولون شعرها؟ وحضرتك تبقي مين؟ حماته يا اخويا. إيه وانا اخته. وانت توقعي كمان. إيه واكتب الصفة كمان؟ ده قانون يا هاني. يا سلام عليك يا طارق يا اخويا، حتى كمان رايح الاسم عشان يجيب المأذون عشان يوفر الوهبة. اهو ده يبقى اقتصاد بصحيح. اتفضل. ده محضر خناقة بين الشيخ وصاحبة البيت؟ ايوه فهمت. طب روح انت. أهل المتوفي في حادثة المسلان واقفين بره يا فندم. خليهم يتفضلوا. حاضر. اتفضلوا. أبي طارق. فين؟ فين هو؟ فين؟ شوف يا شيخ أحمد، أنا هحفظ المحضر بس ما تدققش قوي. طب سلام عليكم. مع السلامة. اقعد. أمال مين اللي هيكتب الكتاب؟ أنت فهمت غلط، ده مش مأذون. لما أنت مش المأذون أمال قاعد ليه؟ الله 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 الله. طمني يا أخويا، إيه اللي حصل؟ طبعا الواحد منكم ما يعرفش ساعته فين. انا عارف ساعته فين.
ده شايلها معايا اهي. انا مش قصدي على الساعه، عايز اقول حصلت حادثه تصادم بين قطر واتوبيس، والسيد طارق سعيد الفنجري ضمن المصابين. ايه؟ جوزي جرى له حاجه؟ اتعور؟ ايه يا اخويا في ايه؟ ها؟ انا اسف، عايز اقول ما تقولش حاجه، انا هروح اشوفه هو فين. الباقي في حياتكم، اداره السموم المشرحه. سعاد 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 دكتور سامي، كده رقبتك تتعب. انت مش نبطشيت وخلصت؟ ايوه. انت بقالك 3 ايام ما نمتيش، ده مش كويس عشانك. ما تنسيش كمان ان الدم اللي خدوه منك عشانه مش قليل. ما تخافش عليا يا دكتور، انا مرتاحه. مرتاحة لأني أنقذت حياة إنسان، وكل ما أنقذ حياة إنسان بتخفف علي الألم اللي خدته من صدمة المرحوم جوزي. أنتِ مش هتنسي بقى الموضوع ده؟ أنسى. يا ريت اقدر انسى. وهتعزمي كل الموجودين؟ مش ده اقتراحك يا احمد؟ تعرف انا مبسوط ان المعازيم معرفهمش. ما تعرفهمش ازاي؟ دول زباين المحل. مش عارف هقعد ازاي ساعتين من غيرك. ازاي يا احمد؟ انت مش هتتفرج عليا؟ لا يا حبيبتي، لازم اجيب لك المفاجأة اللي قلت عليها. والنبي يا احمد، انت مدوخني معاك، قول لي ايه المفاجأة؟ وتبقى مفاجأة ازاي؟ انا عرفتها. انسة سعاد، نمرتك قربت. انا جاية حالا. يلا يا حبيبتي عشان تلحقي. طب والنبي يا احمد، اوعى تتأخر. انا هسوق على مليون. يا حبيبي يا احمد. Γλέντα, τραγούδα κι αγάπησε πολλές. Σήμερα ήρθες κι αύριο θα φύγεις. Σήμερα ήρθες και αύριο θα φύγεις. Η ζωή είναι ένα καρναβάλι, μια βραδιά θεότρελη χρυσή. Χάρτοπο λαιμός με το τσουβάλι, γλέντισε παντίνες και κρασί. Λέλε πείτε κι λέει αχαβίδι, τις πίκρες με ρετσίνα να τις πνίγεις. Λέλε μπείτε κι λέει αχαβίδι, σήμερα ήρθες κι αύριο θα φύγεις. Σήμερα ήρθες και αύριο θα φύγεις. Thank you.
ιερότη αμλέτη όλοι εμείς. Μάσκα βάζουν μικρή μα και μεγάλη μες στην ψεύτρα ετούτη τη ζωή. Γιατί, γιατί, γιατί να κλαις τις πίκρες με ρετσίνα να τις πνίγεις. Λέλε, βιτέπκι λέει αχαμπίδι, σήμερα ήρθες κι αύριο θα φύγεις. Σήμερα ήρθες και αύριο θα φύγεις. عايزينها بسرعة. حاضر لما تنزل تغير هدومة ولا تصوري الكارثة؟ كارثة ايه؟ في عسكري مستني بره عشان ياخد سعاد المستشفى. ليه؟ بيقول جوز احمد اتعور في حادثة اوتومبيل وحالته خطرة جدا. يا مينا كيف حضرتك؟ حضرتك سعاد حسن مرة احمد حسن. ايوه يا فندم تقريبا. اتفضلي معايا بسرعة على المستشفى. مستشفى؟ ليه احمد جرى حاجة؟ هو اصيب بحادثة صعبة وحالته خطرة. مينا انا جايه لك النهارده علشان اودعك. ليه؟ لاني خلاص مش عايزه لا مجد ولا شهره. انا هكرس حياتي للتمريض بقى. لو كل واحد في الدنيا يموت لا حجوز ولا ابن ولا بابا تسيب شغلها يابا مفيش هنخشتغل. اللي مجنني لو كانوا اهتموا بيه والممرضه فضلت جنبه ونقلوا له شويه دم يمكن كان ما ماتش. لما الغمر يخلص مفيش فايده. تعددت الاسباب والموت واحد. عندك حق. لكن انا هعيش ليه؟ ولمين؟ بعد ما ضاع اعز شيء عندي. انا خلاص خلاص يا مينا. سعاد اللي راح راح والواحد لازم يفكر في الجاي. شبابك مش تعبانك. شبابي ومستقبلي انا هكرسهم بعد كده لكل مريض محتاج لنقطه دم او منع نزيف. انا متشكره يا دكتور. لا ما تشكرنيش، اتفضلي ارجع للدكتور سامي. متشكره قوي يا دكتور سامي.
ما تتصورش حضرتك ساعدتني قد ايه. العفو، انا ما عملتش حاجه، بس ارجو انك تاكد ان حكون عند حسن ظنك وحكون في منتهى الاخلاص. على فكره انا اخترتك في القسم بتاعي عشان تتمرني معايا. متشكره يا دكتور. سعاد، انا مش موافق ابدا على الارهاق اللي بترهقي بيه نفسك ده. استحملت شهر والتاني، مش هتقدري تستحملي التالت. اللي بتقومي بيه ده ممكن تعمله فاطمه. متهيألي يا دكتور لو سبته دقيقه واحده يمكن يجرى له حاجه. بس اشمعنى ده بالذات؟ مش عارفه، لكن حاسه كل ما بشوفه او بمرضه زي ما اكون بعمل خدمه لاحمد جوزي. لا يا شيخه، ده بس عشان التشابه اللي بينهم. يمكن، لكن في حاجه تانية يا دكتور. ايوه. كل ما ببعد عنه متهيألي انه بيناديلي. بس ده مش هيخف الا بعد سنه، دي الحقيقه. فوقي لنفسك بقى يا سعاد. انا هسيبك دلوقتي وبعدين انت تروح تستريح. شوفوا لكم صرفه في الجدع الطفص اللي اسمه عبد السلام ده. لحسن بالله العظيم ثلاثه، لو هبدتوا قلم هلزقه في الحيط ما طلعه الا بمعرفته. اخس عليك يا جيمي، بتغير منه، ده غلبان يا جيمي. غلبان يا جيمي؟ والله العظيم ثلاثه ما غلبان الا انا. عايزني اعمل ايه؟ عايزك توريهم العين الحمراء، توريهم ان وراكي راجل مش ممكن يتاكل ابدا. عينيا ليك. انا ما شفتش بجاحه بجاحه احسان دي. هي لسه بتطالب بالمحل والبيت. ده راحت المحكمه وبتقول ان دخل عليها قبل كاتب الكتاب. مش معقول. شايف بيبصوا لي ازاي؟ اتقالي ولا يهمك. احنا عايزين نجمع الشهود ويقول انك حتى في فرحهم كنت معزومه، وده دليل قاطع انك كنت واحده منهم. مش قادره. اخ 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 اخ. انا مش فاهم انتوا مسلمين دقنكم لجميله فندي ليه؟ مش جوز اختنا الكبيرة. الله، انا مش عارف اقول لك ايه. هتعملي ايه في المسؤولية اللي شربتيها دي؟ حد يعمل عمليتك دي؟ خلاص يا دكتور، المستشفى قررت انه خف وممكن يخرج، وبعدين هو ملهوش لأهل ولا اصحاب ولا عارفين له حاجه ابدا. يروح فين؟ يترمي في الشارع؟ يروح الملجأ. وده معقول؟ انسان زي ده يروح الملجأ علشان يموت؟ يا دكتور انا قدمت طلبي ومتمسكه بيه. سعاد، أنا عايز أكلمك بصراحة. أنتِ
حمل المسؤولية دي؟ حمل المصاريف اللي عايزها لحد ما يخف؟ طبعا لا، لكن أنا حاسة إن ربنا هيدبرها. وعلى العموم أنا قلت لماما ووافقت، ودي أهم حاجة بالنسبة لي. مش عارفة يا دكتور، يمكن هو ده اللي يخليني أقدر أنسى. سعاد، أنت إنسانة عظيمة جدا، وأنا هقف جنبك، مش هسيبك. أنا فاكرة إن المرحوم إداني ورقة وقال لي خدي يا أختي ده وصل ب 250 جنيه اللي اديتهم لي. أنا راجل حقاني وادوني حياة أو موت، بس مش عارفة حطيته فين. بعد اسمه كلام؟ بقى مستند زي ده يخليكي تبقي صاحبة المحل، مش عارفة حطيتيه فين؟ اسمعي، أنت لازم تدوري عليه بأي شكل. دنيا دنيا، كان المرحوم راجل طيب، إنسان شهم نبيل. اسمعي، اولا لازم تلاقي الوصل ده باي شكل، ثانيا انا ما كنتش طايق اعيش في شقه واحده مع اخواتك وجوازهم، لازم كل واحد يدور له على شقه، فاهمه ولا لا؟ ناهد، نعم حياتي، نعم انا مش اتجوزتك يا حياتي علشان نبقى لوحدينا. ايوه خلاص يا روحي، لازم نبقى لوحدينا، خليهم يعزلوا، نبقى لوحدينا. شوفي ده حتى المرحوم مش عاجبه قعادهم معانا، هيطاق ازاي؟ شوفي هيطاق ازاي؟ مش انت حطاق بذمتك؟ مش حطاق، بيقول اه، قول لها. استاذ عبد السلام انك كنت تسلم الاوراق والمستندات اللي عندك، ما كانش في داعي ابدا انك تستنى لما حد يطلبهم منك. مستندات ايه؟ بتاعه المرحوم، مش كان بيشيل كل حاجه عندك؟ حاجه ايه؟ لا احنا هنستعبط. لا انا ما احبش حد يكلمني بالطريقه دي ابدا. لا وانا ما احبش حد يستكردني ابدا. بالله العظيم انا اقولك على بوزك. بالله العظيم اختك على حنطور عينك. حنطور عيني طبعا. طب كرباج ورا يا اسطى. انت بتهزر معايا يا جدع انت؟ طب شيء، اطلع بره، امشي اطلع بره. انت مرفوض. مرفوض يعني ايه؟ يعني مفصول. وفصلتني بكام؟ بسبعة. ايه ده؟ انت بتهزر معايا يا جدع انت؟ بتهزر معايا؟ امشي اطلع بره. طب بالله العظيم لا استناك تحت وعجك عج. بره من هنا مش من هنا. ملوش لزوم الحاجات دي يا استاذ عبد السلام يا فندي، روق دمك بس، روق دمك. اسمعي. نعم. انا اللي بعمله ده كله بعمله علشان مصلحتك، المستند اللي كتبه على نفسه المرحوم لازم نلاقيه باي شكل. اتفضل اطلع بره. ان ما ربيتك وانا اما مت في ايدك ووديتك في 60 دانيه ما بقاش انا. اتفضل اطلع بره. اتفضل انت الاول. لا اتفضل سيادتك. اتفضل يا استاذ. انت المرفوض. اتفضل والله. اتفضل ما مش اتفضل بره. طيب متشكر. العفو. سلم لي على والدتك. يوصل. بس ايه ده؟ اعصابك يا جيمي، اعصابك. جيمي اعصابك، اعصابك يا جيمي اعصابك. بوظ لي اعصابي. الاستاذ منير بدر الدين يا ماما، اللي كلمتك عنه. ماما يا استاذ منير، اللي ماليش في الدنيا غيرها. نورت البيت يا ابني. سعاد. نعم. سبحان الخالق الناطق، شبه المرحوم جوزي. ماما إيه؟ على فكرة يا ماما، الأستاذ منير بيشوف كويس وبيسمع كويس، بس يا خسارة لا يقدر يتكلم ولا يقدر يحرك إيده علشان نعرف هو عايز إيه. وهيفضل على طول كده؟ إن شاء الله هيخف، بس محتاج لوقت ورعاية زي ما قلت لك. أستاذ منير، ماما هتكون جنبك وفي خدمتك، تقدر تطلب منها اللي أنت عايزه في حالة واحدة بس، لما أكون أنا في المستشفى. أما قوم أوضب لك الأكل. كويس اللي جت على كده، ما دام بتسمع هحكي لك حكايات الشيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فتاح علي مرزق كريم، صباحنا وصباح الملك لله. صباح الخير يا ام عبد السلام. صباح الفل. اخويا بيصبح عليك وبيقول لك ما بعتش جورنال النهارده ليه؟ مين؟ هو انت؟
قول له لما نجيب الفلوس اللي عليه ببعت له. ثم اقلع لي. الله الله. اي اي لما نجيب الفلوس هديها لك. والله لو اقول لاخوي. مالك؟ هلو مشو عبد السلام. ماسيو مين؟ ست احسان. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا. اتفضلي اتفضلي. لا معلش، في الحقيقه انا كنت فايته عشان اشتري شويه اقمشه، شفتك قلت اسلم عليك. فيك الخير. اشتريت بالقرشين اللي معايا كشك السجاير ده، ببيع شويه سجاير على جرايد على كشري. كشري؟ اجيب لك شويه كشري؟ لا معلش، مره تانية. ناس ما عندهمش ضمير بقى. لو كان المرحوم جوزي عايش مش كنت دلوقتي بقيت مدير عام؟ مدير عام؟ لا الوظيفه دي ما بحبهاش. وعلى العموم خلاص المحل متشمع بالشمع الاحمر. انا اتاخرت خالص عن اذنك. مع الف سلامه. ده كلام فارغ. هي اختك نهت دي فاكراني قاعد على ايه؟ قاعد على بنك؟ هي طلبت منك حاجه بس يا سي جميل؟ طلبت مني حاجه؟ اهو ده اللي كان ناقص. طب بس قول لي هي عملت لك ايه؟ بقى بعد اللي عملته ده كله لسه بتسالي عملت ايه؟ الجلسه اللي قبل اللي فاتت ما رضتش تحلف اليمين. قال ايه؟ انا ما اقدرش اعاد اخواتي، الضفر ما يطلعش من اللحم. وانا ايه؟ بسطرمه؟ مش دم ولحم زي زيكم؟ طب ما انت مش اخونا. لكن جوزها. ده انا جوزها، حبيبها، ابو عيالها اللي لسه هنجيبهم، بندق وسميره. انا حلاقيها منين ولا منين بس يا ربي؟ على العموم انتوا احرار، وان شاء الله احسان هتكسب منكم القضيه وتلها في البيت كله. احسان دي ايه بقى؟ احسان اللي قالت انها مراته، وحضرتك انت واخواتك وسعد السلام بتاعكم بصمتولها على كده. ما تقدرش. لا هتقدر. المحامي قال لي انها هتكسب القضيه 100% ان ما لقيناش الوصل. شيلام عبد السلام. عبد السلام يبقى عليه السلام بقى هيرضى يدهولنا بعد ما طردناه؟ يا دي النهار الكوبيه. يا سلام. ايش ودي؟ لا الفردة التانية. ايش؟ يا سلام. صباح الخير. عاوزين ايه مني تاني؟ انتوا مش طردتوني خلاص؟ عيب يا عبد السلام، عيب الكلام ده. ده انت برضه مننا وعلينا يا عبد السلام. ما تقطعوش قلبي. هو انت عشان ما بقيت صاحب محل تقوم ما تسالش علينا؟ طبعا ما يسالش. حرام عليكم يا جماعه، هو لحق. انا صحيح صاحب كشك، انما برضه لحم كتافي من خير المرحوم ومن خيركم. عن اذنكم اعمل لكم ثلاثه بابونك. اتفضل. يا ملين. ايه ده؟ ايوه الكنكه. ميه بصابون انضف. هو بيعمل ايه؟ انت عارف؟ اخ يعني ما معكيش كبريت؟ لا. اخ جاي هناك اهو، لازم تقنعيه انه يجي معاكي عشان تمضيه. طب بس اوعى تقوم قبل ما تدفع الحساب. وده معقول؟ انا هكون جنبكم. طيب. يا رب ما يشوفوش. الله، استاذ عبد السلام انت بتنط السور ليه؟ اصل عليا 3 اشهر ايجار ومش عاوزين يدخلوني. طب معلش انا هدفعهم. متشكر قوي. اتفضلي عندي فوق السي. لا معلش معلش نزلني معلش. اصل النهارده عيد ميلادي، قلت ماليش حد عازمه غير عبد السلام. الله، وعرفت عنوان بيت ازاي؟ اللي يسال ما يتوهش. اه صحيح. تعالى نركب تاكسي. تاكسي؟ هنركب تاكسي، هنركب تاكسي. اصحوا يا اخوانا بقى، اصحوا فوقوا. عايز تقول ايه؟ احسان والله اعلم هتكسب مننا القضيه. كويس. فاهمة؟ يعني ايه؟ يعني بإذن واحد أحد هنطلع كلنا فشوش. يا سلام. احنا بالنسبة لنا مش هتفرق حاجة معانا أبدا أبدا. قصدك ايه يا سي صبري؟ قصده إن حضرتك هتقضي طول السنة في المحاكم، وبعدين بتطالب بالمحل كله، وعاوزنا نطلع من مولد بلا حمص. بقى كده؟ أيوه، على الأقل إحسان مش هتترضى من الشقة. كده؟ أيوه. بقى أنتوا عاملين عليا عصابة. انت حرامي. انا؟ انت حراميايا. إيه؟ انت حرامي، انت حراميايا، انت حرامي، كلكم حراميين. ماما ارجوك يا ماما تفهميني، هو خرج ازاي وراح فين؟ وانت كنت فين ساعتها؟ كنت في الحمام. انا هروح ادور عليه. هتدور عليه فين يا بنتي؟ مش عارفه يا ماما. يا
اشرب. ماما مش قادر اشرب. انت باصص فين؟ انا اهو. الله، انتوا اتنين؟ انت جايبه اختك معاكي؟ اختي ايه؟ اشرب ما تفضحناش. طب عصري لي عليها برتقال. برتقالة ايه يا شربة؟ قلع. ما هي دي الكدوده بتاعت المزارع. انت عمرك ما دخلت مزرعة؟ لا رحت، بس دي طعمها يعني عدم المؤاخذة وحش خالص. ما هي الكدوده بتاعت المزارع طعمها كده، لازم انت شربتها غلط. طب ما قلت الشرب ازاي دي؟ كده. وديني لامي. بص وراكي، انا متهيألي انا شفت التلح ده قبل كده. يخلق مش شبه 40. بص شوف الرقص والرقصات. بص. لكن انا عاوز سبادس يا اخي. مفيش غير الكازوزه دي، انزل. ده اسمه غش. انا لازم اشتكيه، لازم اقفل له المحل، اشتكيه للتموين. عندك حق، انت لازم تشتكيه، وعلى ورقه دمغه كمان. خد امشي. امضي عليك. عالشكوى. الله، هي مكتوبة جاهزة؟ مطبوعة. طب ولا اقول لك،
بلاش، لحسن بعدين يحبسوه. بلاش ازاي؟ انا حلفت. خد امشي. انت حلفت يا روحي؟ طب خلاص لازم نمضي، ونمضي على الشكوى احنا الاثنين كمان، وانت تمضي الاول علشان بيقولوا الاكتيت السيدات اولا. يا امضي. خد امضي، امضي انت بقى. حالها وحياتك فاتت على موت المرحوم طارق. البركه فيك، وكله برضه من خير المرحوم. ايه؟ ابدا وحياتك، ده من لحمي انا، من لحم الحي. قاعدين صوره وحياتك، كل ده على حسابي. سعيكم مشكور. سعيكم مشكور. باين عفريت على عم عثمان. بسرعة بسرعة، روح انت هات شاي الكولونيا. انت لسه عيلك صغير، انت عارفه العفاريت دول يبقوا مين؟ يبقوا مين يا سحنتي؟ سميره ومديحه. يا سلام عليك، اهو انت دايما كده. تسرق قدامي قدامي. الله تسرقنا. هاي حضره الظابط. على الاوصاف اللي بتقوليها دي يبقى مفيش غيره، واذا اترحل لمستشفى الامراض النفسيه. متشكره قوي في الحقيقه، انا تعبت حضرتك معايا. عن اذنك بقى، مع السلامه. اللي في عنبر 6 مجننانا خالص. انا جايه حال. شوفي يا استر. دكتور عاوز ايه؟ عاوز اخرج. تروح فين؟ اطلع القمر. قمر؟ اعمل معروف يا دكتور، ولادي مستنييني، واتوبيس شبرا الاخر مستني. طلعي القمر يا استر. طلعي حاضر. طلعي. متشكر قوي يا دكتور. يا قمر هطلعي القمر، يا قمر يا قمر. طمني يا دكتور، عملت ايه؟ أنا طلبت كشف المرضى بتاع امبارح والنهاردة. ميرسي. الكشف يا دكتور. متشكر، اتفضلي. جالنا واحد امبارح عن طريق الاسم، ممكن تشوفيه وتعرفي عليه. أرجوك يا دكتور. اتفضلي معايا. يا ليلي.
دول؟ حيوها حيوها. منير 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 منير، اللي جابك هنا هو يا دكتور؟ هو قوم معايا يا منير، قوم معايا، انا جاي علشان نروح سوا. يلا تعالى معايا. يلا يا منير. انا زعلانه منك يا منير. طيب لما انت عاوز حاجه مش تقولي عليها؟ ها؟ حتى ولو بالمشاورة. أرجوك يا منير ابقى قولي عليها. ها؟ إيه؟ لو كنت تنطق وتقولي عاوز إيه؟ بتفتح الباب ليه؟ اطلع يا اسطى. انا ما كانش العشم يا عبد السلام، بقى اللي كنا فاكرينك في مكانة المرحوم اخونا برضو تعمل كده. وانا اللي فاكراك راجل نضيف وقلبك ابيض زي الشمح، تروح موديلها عشان تودينا في داهيه. انا اوديكوا في داهيه؟ وده معقول؟ انا راجل عمري ما انسى العيش والملح. مادام كده تروح المحكمة الجلسة الجاية وتحلف وتقول إن الإمضاء مش إمضاءك، وبكده نقدر نطعن فيها بالتزوير. مش ممكن أحلف أبداً. مش ممكن إزاي؟ ده القاضي أجل الجلسة عشان كده. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. يا رب. مش معقول ده يحصل. وآخرتها؟ خلاص هو حر. هو حر إزاي بس يا ماما؟ إذا كنت أنا المسؤولة قدام المستشفى بتاعتي قدام مستشفى الأمراض العقلية، وهتعمل ايه؟ مش عارفة، مش عارفة. النجدة حالا لحسن لو مسكته هيضيعني بسرعة. حالا بس اوعى تسيبه. يا عم انت ليمها، طوعني طوعني ليمها. يلا 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 يا منير.
أنا الدكتور سامي محمود. تعرف الأنسة دي؟ طبعا، دي الأنسة سعاد الممرضة. دي متهمة هي واحد في الحجز بمحاولة سرقة جميل عبد الودود الفرماوي، وبالتعدي بالضرب على السيد جميل والسيد حمدي. وايه ده، معقول الأنسة دي تضرب الاتنين دول؟ مش لوحدها، هي وواحد في الحجز. سعاد، ازاي ده حصل؟ أرجوك تفهمني يا حضرة الضابط، ده المريض بتاعي وأنا المسؤولة عنه. فرحت أدور عليه لقيتهم نازلين فيه ضرب وهو عاجز حتى عن إنه يدافع عن نفسه، فرحت مخلصة منهم وعديت ده. يا حضرة الضابط، أرجوك حولني على المستشفى. ده مشلول. تعرف ان المرحوم كان بيغير منك عليا، وكان محرم عليا اجي المحل. ايه ده؟ اسباتس اسباتس شيل. لا ولدك المؤمن من جحر مرتين. دي اسباتس بحقيقي. لا يا اختي، اذا كان عندهم شيح يبقى احسن. طب معلش تبقى. طب احلف انها اسباتس. وحياتك يا اغلى من عيني، انا عمري ما حلفت، وده اول حلفان لك انت، لانك اول واخر حب. عيب يا ست احسان، احنا على قارعه الطريق. لازم اعترف لك، انا حبيتك من اول مره، لكن انت ما حسيتش بيا وسبتني. سبتني اتحرق بنار. بص في عيني تقول لك قد ايه انا بحبك. حد ينادي لابوها بالعلقه يا اخواتي. اسمع ما اقول لك، لو ما بطلتيش الكلام ده هندهلك العسكري وتاخدي فيها 6 أشهر. انتوا بتقولي ايه؟ بقول لك اتمنى اعيش العمر كله جنبك. ست احسان، انا راجل بعرف ربنا وبصلي وبصوم ومتودي كمان. ما هو ده اللي يخليني ارتاح لك وامنك على حياتي ومالي وكل شيء ليا في الدنيا، حتى محل المرحوم اللي روحه مش هتستريح الا لما ابقى زي ما قال لي في المنام. هو قال لك ايه؟ قال لي ما تتجوزيش غير عبد السلام وتخليه مدير عامل محل. الله يرحمه، ما دام قال لك كده خلاص حبيني. طب خد اشرب. يا نهار اسود، ده طبق كسر نخفيه. انت هتعمل ايه؟ هاخد الحمى وارجعه لهم. بقى ده اسمه كلام؟ هتفضلي بانسانيتك دي لغايه امتى؟ لغايه ما تخش السجن برجليكي؟ دكتور اسمعي، انا من رايي تسيبيه يمشي وتريح نفسك. أرجوك يا دكتور، أرجوك ما تديليش اللي بحاول أبنيه. تصور إن المغفل صدق 100% إني بحبه وهتجوزه وأخليه مدير عامل محل. برافو برافو. لا ده أنت ما تخافش عليك، صحيح. عيب، ده أنا إحسان يا شاطر. منير منير، ليه ما بتردش عليا؟ اوعى تكون فاكر ان كلام الدكتور سامي ده جد وعشان كده زعلان. بالعكس يا منير، ده بيحبك. طب شوف جاب ايه علشان خاطرك. بطل سرحان واتفرج على التلفزيون. شوفوا بقى، انا مش فاتحها وكاله ولا بنك، الحكايه دخلت في الجد. الله، ايه، انا بكلم نفسي ولا ايه؟ طبعا معلوم، ما انتوا ايديكم في الميه البارده. ما تتكلم يا اخي، ما انت اللي واخد كل حاجه على حسابك. طب ما كل واحد يدفع حاجه من حسابه. حسابه يعني ايه؟ يعني الاثنين الافنديه المحترمين دول كل واحد يدفع حاجه. يدفع حاجه يعني ايه يا سي جميل؟ تدفع مبلغ والاخ يدفع مبلغ عشان نقوم محامي كويس. المحامي ده عشان ايه؟ عشان يا ست هانم احسان ما تلهفش كل حاجه. دي سرحه ليلاتي بعبد السلام تحت بطها من كازينو الكباريه، تسكره وتعشيه وتاكله عشان يشهد معاها في الجلسه الجايه. وطبعا هيحلف اليمين بان الامضه مش امضته ويسقط علينا في التزوير. ما تشوفي لي حاجه غير البربطوس اللي انا لابسه ده. احكي لك حكايه تانيه؟ لا يا اختي، لاحسن حكايه امنا الغولة اللي انت حكيتها لي امبارح ما نامتنيش طول الليل، انا عاوز اروح. خليك النهاردة أجازة كمان. وبعدين بقى، ما احنا لغاية دلوقتي كويسين.
وفيها ايه لو استنيت النهارده كمان؟ يعني يبقى 3 ايام اجازه؟ مش معقول ابدا. انت زهقت مني؟ اللهم اغزيك يا شطار. بس الزبائن تتخض عليا، اصل عمري ما قفلت يوم واحد. ما تتعبش نفسك، ما انا مش هسيبك تخرج من هنا الا على المحكمه. يا شيخه حرام عليك، قصدك تقولي على السجن مش على المحكمه. الله الله الله. ايه مالك؟ صباح الخير. تعبان. تشكي بايه؟ تعبان قوي قوي قوي. يا شيخ ده انت بقيت على اهو. دكتور سامي عايزك يا سعاد. عايزني انا؟ ايوه. غريبه، ده انا لسه جايه من عندك. لازم عايزك في حاجه ضروري. اللهم اجعله خير، والنبي يا فاطمه قسي له الحراره. حاضر. ايوه يا دكتور. حضرته والد منير بدر الدين المريض بتاعك. اهلا وسهلا. الانسه سعاد الممرضه. ايدك يا ابو شيخ. خبر؟ لا والله لا والله العفو. ده داخ لف جميع المستشفيات والاقسام لغايه ما عرف انه عندك. انا هدفع لك كل اللي دفعتيه واللي صرفتيه عليه. ابدا، انا ما صرفتش وما دفعتش حاجه. بالعكس، كل اللي عملته عمل ريحني. الحقيقه سعاد ما كانتش منتظره اي اتعاب. ربنا يقدرنا يرد لك الجميل، انا السبب في كل اللي حصل له. خلاص يا سيد بدر الدين، الحمد لله جت سليمه. مش قادر اتصور، قلبي بيتقطع. ظلمته وخليته يسيب البلد في نص الليل. الله يجهز اللي كان السبب. دلوقتي اقدر اخرج معاك اخده؟ طبعا طبعا تقدر. عندك اذن بالخروج يا سعاد؟ ايوه يا دكتور، المفروض اني خلصت. اتفضل. اهلا دكتور. قولي لي الاول، والد منير فين؟ تصور يا دكتور، ما طلعش ابوه. لا منير طلع ابن الراجل، ولا الراجل طلع ابو منير. ايه ده بقى؟ فالزوره دي ولا ايه؟ ارجوك تصدقني، انا بقول لك الحقيقه. جبتهم الاثنين وقعدتهم قصاد بعض، وبعدين انتظرت ان الاب يتكلم او الابن يتكلم. ما حدش نطق، فسالته قال لي مش هو ده ابن منير. امال يبقى مين يعني؟ مش عارفه. منير بدر الدين، إن كنت حياً عد إلى والدك، لقد صفح عنك وعلم أنك بريء ومظلوم. والدك الحزين. لا، يبقى مش منير، أمال مين هو؟ تعرف يا دكتور؟ إيه؟ هو عاوز يقول لنا كده، والبيت اللي راحوا لازم متأكد إن في حد يعرفه علشان يقول لنا مين هو فعلاً يا دكتور. أنا هعرف مين هو، اطلبي لي المعاون. حاضر. اديني مكتب المعاون من فضلك. استاذ يونس، كلم دكتور سامي. اتفضل. ايوه يا استاذ يونس، لو سمحت طلع لي ملف الحادثه بتاعه منير بدر الدين. روح يا سعاد بسرعه هاتي الملف منه. حاضر. انسه سعاد، المريضه اللي في نمره 5 تعبانه جدا وعايزاك حالا. جايه لها حالا، عن اذنك يا دكتور. ايوه ايوه جايه. نعم، عاوز حاجه؟ والله ما انا عارفه نادي لك اقول لك ايه. ايه؟ ما انا مش فاهمه. طب اسمع، شاور لي وانا يمكن اقدر افهم. الصبح يا فتاح عليم يا رزاق كريم.
انت ايه؟ بيتك في الشارع؟ دي الساعة 8. ده انا لو كنت اعرف بيتك كنت جيت طربقته على دماغك. ليه بقى؟ دي اصول دي؟ اقعدك في بيتي 4 ايام واخدك المحكمة تقولي راح اعمل زي الناس وتهرب؟ اصل ما اقدرش احلف كده. نعم يا سي عبد السلام. مش دي امضتك ولا دي مش امضتك؟ امضيت بلسباتس المغشوشة. نعم يا شاطر. طب ما جيتش ليه قلت القاضي ان دي امضتك بلسباتس مغشوشة؟ مش هصدق اني مضيت بلسباتس المغشوشة. على كل حال القاضي اجل الجلسة عشان تبقى تيجي. انا ما اقدرش اديهم في شربة مية. يعني ايه يا سي عبد السلام؟ يعني مش هروح المحكمة. لا يا شيخ. طب انا هعرف ازاي اجيبك على بلا وشك. بقى لسه ما بقتش بعلاها وبتعمل كده. امال لما ابقى بعلاها هتعمل ايه؟ دكتور. اهلا دكتور. دكتور سامي. دكتور عايز اقول لك حاجه. تصور يا دكتور منير طلع مش منير. حلوة قوي النكتة دي. والله يا دكتور بتكلم جد. اتفضل. ايه ده بقى؟ ده خط ايده كتبه لي امبارح. كويس يبقى هيخف 100%. يا رب. وعلى فكرة معاون المستشفى جاب لي ملف الحادث كله. واطلعت عليه؟ طبعا. اسمع يا سيدي، اسم طارق سعيد الفنجري موجود في الحادث ومتأيد قدامه انه مات واندفن، ولقيت اسم منير بدر الدين هو اللي عايش وبنعالجه دلوقتي يا دكتور. وبعدين بقى منير بيقول حسب ما كتب لي ان اسمه طارق سعيد الفنجري، يبقى المسألة فيها سر. اسمع يا سعاد، احنا لازم نعرف عنوانه ايه. انا عرفت. تصور طلع عنوان البيت اللي كان بيروحه وجابوا البوليس على انه حرامي. ده حكاية غريبة اوي. انا مش قلت لك؟ طب ما تاخديه وتروحوا سوا، ولا اقولك اجي معاكم؟ ايوه علشان يتهموك انت كمان معانا. جتني فكرة، انا هعرف مين هو. ازاي بس؟ الفيش والتشبيه. يا سلام على افكارك يا دكتور. يلا بينا. يلا. مش طبيعية أبدا النهاردة. أمال عايزني أكون إيه؟ أسرق وأنهب وأكذب وأكل مال الناس الحرام وعايزني أكون مبسوطة؟ أمال عايزة تفضلي شحاتة؟ عندي أحسن من غنية وحرامية. لا حلو على الوزن بقى. لما يكون عندك عربية وصاحبة محل والناس تشوفك تضربك تعظيم سلام أحسن، ولا لما يكون عشان عليك يا رب؟ أنا ضميري بيأنبني. ضميرك بيأنبك بعد ما استوت العملية وصرفت دم قلبي؟ ما هو ده اللي ما بينايميش طول الليل. طب يا ستي ما تنامي بالنهار. مش ممكن، انا هروح اقول الحقيقه. طب ما دام كده بقى حضرتك تدفعي لي اتعابي والمصاريف كلها. طب وانا مالي؟ هو انا صاحبه الفكره المنيله دي؟ انا نبهت عليكي وذنبك على جنبك، والا هدخلك السجن بالتزوير وشهادتك الزور. وعلى فكره تهمه النصب والاحتيال لابساكي 100%. نصب واحتيال؟ طبعا بسيطه. 3 سنين كده فسحه في سجن القناطر. سجن القناطر؟ ما عرفتش ان المحفظه اتنشرت الا ما رحت اسوان. طيب متشكر، مع السلامه. المساله يا دكتور بقت واضحه ومؤكده لتقرير اداره تحقيق الشخصيه اللي بيقول ان البصمات اللي على البطاقه هي بصمات السيد طارق سعيد الفنجان. يعني يقدر يروح بيته تاني؟ ايوه من فضلك، لان الجلسه يوم الاثنين. تاكس يا تاكس تاكس. الحمد لله اللي حصلتكم. ايه؟ هتمنعنا من حضور الجلسة؟ هروحك القرفة بدري. هاخدك على بوزك. ولد القضية هتكسبوها 100%. أمال فين سي حمدي وسي صبري؟ أنا أخويا جوزي مسافر ليبيا، وأنا جوزي لا بتاع مشاكل ولا قضية وراح شغله. أنت عايز إيه فهمني؟ الوصل اللي كان كاتبه المرحوم على نفسه كانت الست نهت شايلاه عنه. أهو راجل ما عندكش ذمة ولا دين. أخدك على وشك. اخلص. الست احسان مش هتروح الجلسه وقالت لي ما اروحش اشهد.
يظهر ضميرها بيعذبها. خلاص بقيت صاحب المحل، بقيت صاحب البيت، انا الكل في الكل. من بكره كل واحده تاخد جوزها اللي بتجوزها عشان بيحبها وتسكنوا بره، مفيش حد يخش البيت، مفيش حد يهوب ناحيه المحل، انا الكل في الكل. الله، ايه ده يا جميل؟ ايه؟ ان ما كانش عاجبك حصليهم انت رخرة. يا خبر اسود، يعني متجوزني عشان البيت وعشان المحل؟ ودي عايزه كلام؟ امال كنت بستلف وبدفع للمحامين والمحاكم عشان ايه؟ عشان سواد عيوني؟ اخص عليك راجل خسيس. ايه ده؟ والله العظيم لازم اعدبك. لا بقى، ده انا هضيعك يا وانت ضرب ما كلوش حمار في مطلع. ايه ده؟ تاني؟ خاف مني. طارق، انت جرع، انت مش هتعتقنا؟ طارق اديني منعت. انت عايز تقول يا جدع انت مش كفايه اللي عملته؟ ايوه يا اسطى، ايه يا ابني اخونا طارق؟ ايه طارق اخوكم؟ يعني مفيش لا قضيه ولا محكمه؟ يا خرب بيتك يا جميل، يعني لا بقيت صاحب بيت ولا صاحب محل، رحت في شربة مية. أنا والفلوس فين؟ أنا والفلوس ضاعوا. البيت والمحل فين؟ البيت والمحل ضاعوا. أم في الدنيا وعينك سودة وراه. سي طارق، أنا مش مصدق. الحمد لله على السلامة. عن إذنك. يا خويلش يا خويلش يا بطاطا. سعاد انا همشي بقى. حاضر يا دكتور، انا كمان جايه معاك. سعاد. طارق، انا دلوقتي سعيده ومرتاحه لاني فضلت جنبك لغايه ما وطل طبيعتك ورجعت لاهلك واهلك رجعوا لك. رايحه فين؟ رايحه المكان اللي ممكن اعمل فيه حاجه. لكن انا محتاج لك يا سعاد. لا يا طارق، انا متاكده انك ما عدتش محتاج لي، خصوصا زي ما قلت لك بعد ما رجعت لاهلك واهلك رجعوا لك. سعاد، سعاد انا بحبك. انا عارفه. مع السلامة يا طارق. مع السلامة.